مرحبا بكم في مياه في ساعة. أوكي. بليك اليوم افطرت مليح، انتم افطرتوا مليح، نقول لكم صح افطاركم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير بحول الله. مرحبا بكم معنا في برنامج ساعه الدور والزمن يدور، والتلفزيون الجزائري يضرب لكم موعدا من الفطور حتى للسحور عبر برامج المتنوعه والجميله والحلوه. لمن لكم انتم في برنامج 100 ساعه. شحال فيها دقيقه؟ 60. ودقيقه شحال فيها الثانيه؟ كي تلقاو راسك بحبه كاطو. انتوما عندكنا قلبنا نمدوه لكم، ليكم انتوما اللي تتابعوا فينا في العدد الاخير من الموسم الثاني من برنامج 100 في الساعه. طبعا كما عودناكم بضيوفنا، بلمتنا، باحبابنا، بالناس اللي تحبوهم ويحبوكم وعلى جالكم، راهم اليوم هنا في هذا البلاطو بحول الله. اليوم الحصه الاخيره اردناها ان تكون شبابيه تقريبا 100%. علاش؟ لأن الشباب هو أساس البناء للمستقبل في بلادنا حبيبتنا الجزائر. أعطونا تحية على بلادنا الجزائر. ضيفنا الأول حكمناه بواحد المقالب ما شاء الله، ولكن بشاشته بضحكته بعفويته في أدائه للتمثيل وبحبه للمسرح وبحبه للتمثيل خلاه يكون فرد من أسرتنا الجزائرية، خلاه يكون واحد من ولادنا وأبنائنا في الجزائر. أعطونا تحية كبيرة لفناننا عيسى بن كعكة. حبيته في دور مسرح اسمه عيسى، هو عسري. أعطونا تحية العسري. ضيفتنا الثانية هي زميلة، كي نقولوا زميلة معناتها إعلامية، وقدرت تربط بين كل الجهات، بين التمثيل، بين التقديم، بين التنشيط، وبين البشاشة والحب. نحبوها هي الأخرى وواحدة منا. تفضلي بكل حب نبال. مرحبا بك معنا نيفال. ضيفتنا الأخرى واحدة من الأسماء الثقيلة اللي كبرنا معاها، فاهمة شوية زيادة على اللزوم وحلوة ياسر كما تقول هي، ياسر وبرشا وبزاف. عرفناها في الفهامة وفاهمة بزاف ونحبوها أكثر من تصور، وحتى أنتم ما تحبوها. س س س س سالي. ضيفتنا الأخرى هي فنانة شابة تحب التمثيل من الأعماق، جاتنا من بلاد الأميرة عبد القادر. تحية ناس المعسكر، أعطونا تحية لناس المعسكر. جاتنا من بلاد الأميرة عبد القادر، صمودها وتحديها ورغبتها وحبها للأداء وللتمثيل وللفن خلاها تطلع درجة 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 درجة، لكن نقول لها درجة درجة لا تطيحي، لأنه هي تعرف كيف تمشي في السلوم وتطلع في السلوم واحدة واحدة. شفناها العام اللي فات وشفناها هذا العام. فاطمة بالحميسي. حب تسونامي ضرب لي قلبي، والله تسونامي استر يا ربي. ضيفتنا الأخرى الأخر بما شيء تحصلت عليه هي جائزة في المملكة المغربية الشقيقة، نحيو أشقائنا المغاربة، جائزة في التمثيل، لها العديد من المشاركات الأخرى. شابة تحب العمل والتمثيل بنسبة كبيرة جدا، عندها مشاركات رمضان اللي فات وحتى هذا رمضان، هي مبدعة، نسميها المبدعة سونيا. يا بنت بلادي عجبني عينك، يا
بنت بلادي عجبوني عينيك والزين اللي فيك قلبي كيبغيك والزين اللي فيك قلبي كيبغيك أي أي يا بنت بلادي. أوف أنفا ضيفنا أنفا ضيفنا ضيفنا الآن شاب وسيم وأنيق ورائع جدا في بصوته وبحته وإطلالته ووجهه نشط جدا خاصة في مع نسيمة شاوش في 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 حصتها سيدتي وفي كثير من الحصص وفي العديد من البرنامج حتى هو كانت عنده لمسة وبصمة الخاصة في برنامج ميا في برنامج ميا في الساعة وليد صاري. اجا خابتون داب اجا خابتون داب شو قاتشو بانجو رادا كاكا برزا فكا في الميرا. يلا وليد صديقنا وزميلنا كان واحد أنفا واحد تاني العنصر الذكري حاضر مع الذكر حاضر معنا الآن يلا ولفتوه وتحبوه حتى انتم الآن في مياه في الساعة والساعة راهي الله يبارك بتفوتش بلا بيها حلوة هو الحلو تاعنا السكرة تاعنا زهرو. مرحبا بكم نقولكم صحة فطوركم ورمضان كريم نبداو من قدر عسري مرحبا بك نقولك صحة فطورك كل عام وانت بخير الله يسلمك الله يبارك راك منور وحلو وشباب من خلال هك في, 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 في الواقع ومن خلال كذلك الأعمال اللي قدمتها وراك تقدم فيها في التلفزيون الجزائري هذا رمضان شفناك بحلوة خاصة وش سر هذا العام جديدك هذا العام السر اللي خلاك حلو هك وشو والله هذا السر هو نعمة من عند الله الحمد لله وشهر رمضان كان مبارك لي والحمد لله هو الشيء اللي خلاني منور والحمد لله لو قلت لك قيم لي العام تاعك في رمضان هذا العام كيفاش كان العمل تاعك كان العمل جميل جدا كانت عندنا ساعة بساعة اللي سيت كوم هذا اللي كان لي الشرف تعاملت مع المخرج هاني كرد نعم وهذه ساعة بساعة هي قصة اجتماعية كوميدية لي دور حول عائلة عايشة أنا والزوجة تاعي اللي هي نيبان أيوة ياك الممثلة القادرة اللي نحترمها صالحة صالحة ويدر صالحة صالحة اللي نحترمها بزاف وعندي عايشة معايا نسيبتي ويما ويوقع الصراع ما بين شفناه يعني لكن تجربة حلوة ومليحة نيبال صح؟ صح طبعا وكان لي أنا شرف اللي تلاقيت مع عسري بن كعكع اللي هو ممثل من ولاية وهران العزيزة علينا طبعا بهية وهران أنا كنت ما تلاقيت معه كنت نتفرج له الأعمال دياله ولكن الحمد لله تعاملنا مع بعض مع السيدة حفيظة بن ضياف سيدة فضيلة وعبد السلام وكانوا كذلك كوكبة من الفنانين اللي شاركونا كانوا ضيوف شرف العمل احنا نشكر المنتجين نشكر التلفزيون الجزائري الجمهور بالدرجة الأولى ونشكر كذلك المخرج هاني الكردين قراتك الصحة سمرة المنتجة ويعني الحمد لله حققت نجاح كبير جدا هذا التجربة سالي باش كي نشوف سالي نقول نتفكر سان دي بال تيري بلاس تيري نديرو سالي سالي لا 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 تفكر حاجة تاعنا سالي تراش قلبي يعطيك خبرو هذا واش نعرف لو كان زيد شوية نطب ضحك سالي انجاجيتي غير كملي غير كملي ساري صافا حسن واش راكي انتي خويا الله يسلمك صحة رمضانك بخير ان شاء الله صحة رمضانكم الكل ان شاء الله عقبتوا بصحة ولهنا سالي سالي مانيش حاب نرجع شويه للور لانه كون نرجع للور انا واحد من الناس يوجع قلبي علاه علاش انا نتفكر الفهامه ونتفكر هذيك الحكايات الجميله اللي سالي من خلالها
بلا ما تقرقبي في الباب طبعتي الريدو ودخلتي كيما نقولوا بلا بتعزمات. ما لو كونتخيغ حسين، احنا كي نتفكروا الحاجه الملاحه ما لازمش نبكيو عليها. حبيت نبدا من الدار والسبعه اللي في الدار. فوالا. ايوه. اما انا كي نتفكر فيها ما نضحك، وعلاش؟ سي لا بلو بيل بيريود دو ما في، وقعدت فيها ذهن الناس الكل. والعبد يمشي ويتقدم دركا مع الوقت، نقدموا منتوج جديد، ندخلوا في دي بيرسوناج جدد، كيما اللي صرا لي دركا في سبعه في الدار. مع المخرج المحترم هشام الجباري. هشام حيوه طبعا. والمنتجة لبنى بقرشي، كان معايا نخبة من الفنانين، يعني الله يبارك، يعني دو بوا كيما فاطمة بالحميسي، نبيل عسلي، حاج الخلادي، اي دوطخ كوميديان، جو في با سيتي تو الموند، جو لي سالو توس دايوغ، سي تجربة كانت تخي حلوة، مسكرة، ميم لي ليو في لو تورناج سيتي تخي ليجي. بيان الحمد لله يا ربي، الجمهور هو اللي وافق هذا الراي. الحمد لله يا ربي. قبل ما نروح نكمل على التجربه، حبيت نرجع لك شويه نبال. سؤال في راسي انا كصحفي. تفضل. الله يبارك، صحفيه وممثله والله يبارك، وفي نفس الوقت كنت تمثلي، كنت في التوناج وكنت في الاذاعه، يعني في الاذاعه. نعم. توفقي بين هذا كيفاش نوفق بيناتهم؟ اولا احنا نشكروا المسؤولين تاعنا في الاذاعه الوطنيه لانهم يتفهموا وضعيه، ما نقولوش احنا وضعيه الخدامين، يقولوا وضعيه الزملاء في العمل، لانه احنا نعرفوا بلي الاذاعه مدرسه، والاذاعه خرجت بزاف ناس للتلفزيون. صحيح. الجزائري، وخرجت بزاف فنانين، لانه عندنا مسرح اذاعي، معناتها انه فيه موهبه، فيه تشجيع للمواهب، فيه ممارسه للهوايه اللي تحبها. على هذا يعني احنا نتفهموا انه عندنا عمل في الاذاعه، ما نخليوهاش طبعا، لان الاولويه لها. صحيح. ويبقى العمل الفني على حساب ما نتفهموا، على حساب البرنامج على حسابه. الله يبارك، توفقي بيناتهم. الحمد لله، يعني ندير شوف انا نعلق، ندير كيما كامل الجزائري، نديروا بروغرام نعلقوا في الفريجيدار ونبداو كي نروحوا نطيبوا ما نعرف واش عندي واش ما عنديش. عندي اليوم لاشين ان، عندي تورناج، عندي وبعد عندي الدار. فاطمة بالحميسي، مرحبا. مرحبا بكم، صحة فطوركم، شكرا على الدعوة ثاني. وش راكي فاطمة؟ الصحة الحمد لله. شفناك الله يبارك العام اللي فات، حتى انت عدتي كل كمونيه في رمضان، ما لازمش تخطينا. شفناك العام اللي فات مع بشير بسلامي حب في قفص الاتهام، وهذا العام سبعه في الدار، وعندك فيلم راهو ينتج. الله يبارك، شابه جزائريه تحبي المهنه، تحبي الضمان كيما نقولوا. راكي دوكا 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 حتى الباب الدار يا رفيق. درجه درجه. روحي. كما قالت سالي، رانا شاركنا هذه المرة في سلسلة سبعة في الدار مع المخرج المحترم والمتواضع هشام الجباري، وشاركت لي الشرف لثاني مرة نشارك مع سالي. صاي صاي بزاف عليك سالي، صاي ما تزيديش. لثاني مرة نشارك مع سالي، وكانت تجربة بزاف روعة، وزعما احتكاك مع فنانين كبار، وندي ثاني تجربة مع مخرج جديد مغربي، كانت روعة. ويبقى الرأي رأي الجمهور كما قال. دورك في سبعة في الدار اللي شفناه كان الفاشن. نو تفرتيها بالفيرني لا لا ما تنسيش، مسكينة ماهيش قاعدة خلاص. خلاص لا لا سالي، تاكلش القاطو خلاص، ما تنسيش باللي لا لا كارينا كابور. ما انت فاطمه ما تاكليش القاطو. اه يديك. لا لا ناكل اليوم. اليوم ناكل. يلا من فاطمه بالحميسين نروحوا لضيفتنا اخرى، رحبوا بها مره اخرى، سونيا الجزائريه. سونيا سونيا سونيا، اهلا وشكرا على الدعوه، وصحه رمضانكم والوجود اليوم تاعي مع هذه الوجوه النيره. صافي بليزير. الله يبارك، مؤخرا تحصلت على جائزة في التمثيل في الأردن، هكذا كانت مشاركة في هذا شهر رمضان المبارك، علاقات موازية وكان المسرح وغيرها. نعم، تحصلت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان صيف الزرقاء في الأردن، والحمد لله هذه حاجة تشرف البلاد، وخاصة الثقافة والفن الجزائري. وعدت بتكريم أيضا من المغرب في ملتقى مراكش الدولي لحوار للفنون وحوار الحضارات، والحمد لله أنه التفاتة جميلة من بلد شقيق على هذا التكريم. ونعم عندي فيلم حين شفناها في علاقات موازية للمخرج سليم بوياحي، فيلم من جزئين. من جزئين. نعم. كانت معايا الفنانة فاطمة بالحميسي أيضا في دور صديقتي المقربة. هي كما في الواقع كما في الفيلم، لما نقرأ في رأي صديقتك المقربة. أكيد صح، الحمد لله. إن شاء الله تدوم. مرحبا بك.
وزربوط التلفزيون الجزائري. هو الزربوط تاعي. الله يبارك نشيط جدا. شكرا حسن، صح رمضانكم، صح فطوركم، ومرحبا بالضيوف المحاضرين معنا اليوم. ميرسي بوغ لانفيتاسيون. مالغري الزربوط هذيك شويه. لا حلوه عباك الزربوط، زربوط من تقاليدنا وعاداتنا تاع زمان. يلعبوا غير زمان، الزربوط هذاك اللي بقى يدور في بلاصتو. ولكن انت تدور باش تابسوربي باش نجيب المعلومه اكيد. في هذا باش تكون المعلومه واضحه برك. الله يسلمك، شكرا جزيلا على. واش راك وليد؟ صافا. كيفاش شفت البرنامج 100 في الساعه وانت واحد منا؟ 100 في الساعه كيف راني معكم لهنايا باسكو شارك عندنا بزاف برامج في الوحده تاعنا، وحده البرامج الثقافيه والمناسباتيه. ما عندناش غير 100 في الساعه، عندنا فاني كذلك نجوم خالده، عندنا لي كونسير شعبي، عندنا قهوه ولاتاي، والمفاجاه راح تشوفوها من بعد ان شاء الله يا ربي. المفاجاه نشوفوها من بعد وليد. الله يسلمك. شاك تشوف بارن غادي يروح بارن بارن رن. لا دقيقه برك والله. لا والله لا غير كاينه. لا والله لا كبير اختي. لا مباشر. المهم زهرو خويا قول دوك واش حبيت. زهرو واش راك؟ لا والله ما حق عليك على بالك. هاك عندي مرحبا زهرو. احنا صوف هاك زهرو هاك. الله يسلمك عباك. حنا صوفيناك عباك. حنا صوفيناك انا وليد وعسري. سينو كتروح وي مارس. والله والله تجيب شابيه زيد وفريده. طول تحيه لشابيه زيد. شابيه زيد صاروا مرحبا بك اليوم عمو. الله يبارك. ها كل عمو نحيو بالمناسبه اليوم العد الاخير من 100 في الساعه. الله يبارك. عشنا اجواء جميله جدا مع محمد محمد جدوب، وحتى انت كانت عندك لمسه وبصمه خاصه. الحمد لله يا ربي. نعاود نشكر سي أجدوب باسكو غراس على ولياني معكم اليوم. امن في هذا الموهبه بون موهبه ديكوفريتها مع هذه تاع الكاميرا كاشي. جيسبر ما نحرقش باش عام الجاي نجم ندير لهم دي كاميرا كاشي في الظهر. هي علي عزري كيما عزري عمك شرفت راه فرحان تاع جامي. هذه جامي خويا هي اللي وصلتني لامي. خويا في التلفزيون الجزائري ما كان جامي. هو مدرسة صح. وعمرك ما تقول جامي باسكو يجيبوك يجيبوك. أنا مؤخرا فقط كان يقول لي كيفاش حسن شوف في صباحيات سيريوم على باله التلفزيون الجزائري يكونك ويمد لك عمل لابد تقدم به. فسي محمد أجدوب يحكمك في الكاميرا كاشي خويا وحكمك ونشوفوا واش صرا. يلا نشوفوا مع ماكسي أجدوب. الله أكبر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصتكم كوليس دي زاد. اليوم رانا في بلاطو جديد معنا ضيف جديد اللي هو الفنان المحبوب عسري. مرحبا بك. الله يسلمك زهرو. قولوا المدعو زربوط. قول كما حبيت. احكي لنا شويه على الاتموسفير تاع سيتكم وعلاقتك مع الممثلين وكيفاش كانت اجواء التصوير. خدمتكم سي تخي بيان. هي سي ليستواغ سامبل تاع ان كوب زعما انا وزعما حجنا خلادي اللي تلعب مرتي دون ان كوب اللي تزوجوا صغار وجابوا سبعه. العنوان تاع السلسله هي مغامرات ساعه بساعه. كل ساعه وتصرى موضوع ويصرى هدف جميل للمجتمع نتاعنا اللي رانا عايشينه. كاينه اربع شخصيات مهمين كيما النسيبه والام والزوجه وانا الزوج. دقيقه بك سمحوا لي استاذ. دقيقه بك سمحوا لي بروديكتور. وي استاذ. نعم راني بلا تورناج. بلا تورناج راني مع عسري. نورمالمون كوميديا عسري بعثوا لي في لافي عسري كوميديا و نيبال سمو. انا نيبال؟ لا نيبال قلت لك شكون اللي معايا نيبال يعني. نيبال علاش كاين بروبليم استاذ؟ دوك انا راني مع عسري ثاني. عسري الناس تعرفه ممثل كبير فاهم استاذ. تسمى ما كاش نيبال ما نخدموش. خرج كيفاش نديرو؟ دوك يجي دوك يجي دوك يجي التليفون. لا بصح استاذ نعتذر بصح اي بصح ما نقدرش استاذ. ما قالك والو مضروب عليهم واقف في الباب. شحال رابيد والله حسام. ما نجمش نعتذر صح استاذ. دوك شوف كيفاش فهمني. دوك نشوف دوك شوف كيفاش. صح استاذ صح. سي با نورمال قال لك نيبال ما كانش ما تخدموش روحوا بلاطو خد اخر. انا ما نجمش نروح.
كيفاش السيد من قبيله يستناو معطلين الناس انا نروح على جال هذا نيبا؟ انا كمل انا كمل زهروس لا كان بروبليم دوك عيط لي قال لي باللي مع مره قلت له مع نبيل اسلي كوميديا تاع سمعتني قال لي وحجله قلت له حجله ما كانش ما على باليش داك هو الحوار هذا نديرو حنا نولي تخوا ما على باليش دروك بغا حجله ولا ما تخدم قلت له انا شغل بروحي انا ما كي تجي حجله من التورناج ونسيو لو غالطون نديرو نسخه لي تخوا وخلاص لا انا نكمل ما ما سا مديرونج با على كل حال حجله با وي اي سا مديرونج با اوسي كو حجله تجي تهضر راه ما بلاص با غاب حنا واش باش انا نبيل انا نحشم منك تفضل خويا من فضلك طفي الكاميرا ما تكملوش كيفاش هادي دوكا ما تكونش نيبال ما يكملش عسره صلوا على النبي انا دروك انا عندي سيكونس دروك انا غادي نخدم مع الجمعه لا بصح عسري لا لا خلينا نهضر معاك انت عزيز عليا بزاف والجمهور عزيز عليا بزاف والتلفزيون الجزائري عزيز عليا بزاف دروك الا كاين مشكل يتوشيك انت زهرو لانك انت صديقي تبعني شنو يقول لك الا يغمنك هذا الشيء اللي عيط لك هذا الانسان اللي عيط لك وقال لك الا تكون نيبال اسمعنيش انا نهضر الا قال لك نيبال الا تكون ولا ما نكونش ولا الا نكونوا في رحبه ماشي بروبليم انا ما غاديش نفضل نبيل على حجله ولا حجله على نبيله كيف فهمت غراف شوف انا ولا حجله ولا ليكم البلوز امبورطون سي با انا ولا لا برودكسيون سي البرودوي جينا هذا لو برودوي لي جون في رمضان حيشوفوا كاع البرودوي سي با ابخي انا باغ اكزومبل سام ديروش با كو تجي حجله تهضر على ما بلاص فريمون انا بين نمشي انا حشمت منك باسكو كتريسي وحنا جاو كاع ليكيب دوك عيطوا لي يقولوا لي حجله دوك انا مادا بين باليش انا نكمل لي ميسيون شيخ ولا معليش والله انا سام ديروش با صاحبي برودكتور تاعكم في الدومين بروديكتور في التلفزيون سير ماشي بلومبي ولا عصا يا خويا جو سي با واش غنقول لك دوك تاع فعلا ما كملش علاه دوك فهمك علاه خاطر في وجهي لا لا في وجهك واه في وجه قوي انت نكملوها نكملوها في قهوه مريحين نجيبو نحكوا على لا تايلاند لا اللي فاهم فيك دوك السيد هذا عندك الكراف شو ولا الكراف مين عيط بروديكتور عندك سي كراف بروديكتور عمرك اللي تخيف فيه فلاح فهمت انا هذا باش نشوف انا بروحي نشوف يعني تخيف دير عمامه لا لا صافا لا جو با كي يتحط في موقف شي سيتو معاك نبي كون جو اخر ولا بالك فاهم يعني شوف انت جيت الواجب تاعك وزاد ديبلاسي لا لا واش علاش شريط حيوانات هذا علاش شريط حيوانات ولا شريط حيوانات باغي كيسيون لا زهرو كيف درت لي كيسيون لا هذه ماشي نصب لا كيسيون لا والو هضر حبوا جيت لهنا مع عسل جير قلت جير قلت لك تعيطوا لهذيك حبوا نيبان نحترموها راهيم والله يا جماعه والله درت ليكيب ليكيب كبيره كيما هذه يبدا يهضر كلش يعيط لك ها ولا اخويا خويا المخرج منا سقبوا ونستيقوا في الحياه والوقروا في دين بعد دقيقه تالية اسمعني عسري لا ماشي قاعد تسمح لي كلمه ثانيه كلمه اخيره وانا ما عرفتش كلمه اخيره لا هذه محل تزيد فوقها عسري راك شاركت في مقلب خفيف ظريف 100 في الساعه التلفزيون الجزائري ما تحشمش من ندافع عليك تدير لي كاميرا كاشي من روح راسي صفقونا على تمنيت ما تحش بيير صيحوني صافي بليزير عسري هادي دومو حكينا عليها الدومو تاعك هادي تاع لي غاداتك اللي كي جاوك وتا كوميديا عمري في حياتي دائما نتمنى ودائما نصلي ونقول يا ربي ما نطيحش في البياج تاع الكاميرا مخفيه طاحت فيك وطحت وشكون نقول لكم باللي نتوما بروفيسيونال شيوخه نقول لكم باللي رمضانكم كريم ان شاء الله جمهور العزيز سمحوا لي الا خطات ونقول لك بروديكتور سمح لي الا غلط طبعا انا عارفك شنو في الخيال انا دابور نشكركم على هذا المقلب سيمباتيك سي بيان باس سيمباتيك اي بوي انا ما جام با ترو ديك لي كاميرا كاشي وي يخوفوا ولا يرخصوا ويطيحوا من قيمه الناس حاجه سامبل نضرب عليك انت على كل حال يعطيكم الصحه سي تري سيمباتيك اي نمد الناس الموعد باش يشوفونا سبعه في دار في سيتكم تاعنا ان شاء الله يعجبهم عيات المسؤوليه عقلي سبعه في الدار ابراهيم ومرته دنيا الهم لا مدمار غياب الفيلا حية الكل ولا دبار ادخال الهبل في النية الحيلة وتلقى بالجار غوزية الهضرة قليلة شايفة روحها من الكبار كل يوم خرجة وهدى جميلة هي أنا راني شوفي الويفي وينو الويز وينو الانترنت وينو الخواجي وينو في الايفون وينو والانترنت وينو في الكافي وينو يطلع ديكي وينو عسري ولا استعمل المواليها
لقيتش نهضر. التلفزيون الجزائري حكمك في الكاميرا الخفية طبعا بإخراج سي محمد جدوب. إيه. كنت تتوقع يحكمك في الكاميرا؟ ما كنتش نصورها لخاطرش كانت عندي قبل بأسبوع. تلاقيت مع الأخ والصديق اللي نحييه بهذه الحصة هذه علاء. معكم في التلفزيون زيد مع واحد الكوميديان اسمه عبدو حبيبي. كنا نهضروا انا جبت لهم قلت لهم باللي جامي نطيح في الكاميرا كاشي. ضحكوا قالوا لي برافو سيتو. موراها بكين جور تجي القافله وتجيك الضربه الرحالين هذو يجي معاهم. عجبتني تاع الضحك وقالوا لك برافو. ما بالكش كاين واحد المثل واش يقول؟ اذا رايت نيوب الليت بارزه فلا تظنن ان الليت يبتسم. يا الله يا الله. هم بعد جا زهروني ما شتوش في 3 شهور توحشتوه. جا قال لي عندي حصه من الحصه وزاد معاه جا المخرج البومبون اللي نحييه ومجدوب بهذ الحصه هذه اللي بشوش جاي براء طيور جنه. هو جدوب هكا ينعس يضحك على بالك سيرتو من عطاني ابتسامه خفيفه ليجي ماشي ثقيله. والاخرين اللي كيب قال لي انا وليدي كيف زوج كاميرات واكسيون وقال لي علاش بكي علاش طيحت الدموع؟ الدموع هذوك الدموع والله غير الدموع يا حسين خويا على خاطرش جامي كنت داير باللي الكاميرا المخفيه نطيح فيها ولكن لا غالب التلفزيون الجزائري بالمناسبه نحييه سي برافو شكرا زهرو. المقلب وكواليس المقلب وكيفاش بون حاجه الاولى كي قالوا لي غادي صعيب شويه سهل شويه بون اللي نعرفهم نخاف منهم باسكو نقول يعرفوني كيما نبيل عسلي كيما هو كيما انيا كيما بزاف مي ما كنتش نعرفهم شويه نقول بالك ما يعرفونيش بيان يامنوا باللي راني انيماتور ايميسيون جيت ندير بروموسيون تاع رمضان ايتو كي قالوا لي عسري كنت الاز وفرحت بزاف كي قالوا لي عسري والدمعه تاع عزيز علينا ونشكره بزاف. عيش وتاكل غيرها. عيش وتاكل غيرها. سالي. ونحيو ثاني نبي العسلي اللي كان في الوجوب تحيه. عنده التزام يعني في اخر لحظه اتصل بنا نحيو عنده التزام وكل الفنانين والممثلين الجزائريين. سالي من هذا الباب من الكاميرا شوف حتى كاميرتنا كاميرا التلفزيون الجزائري الخفيه حلوه مش فيهاش عنف ما فيهاش صراع ما فيهاش. كاميرا كاشي وي هذه مقبوله جو سوي بور انا لو كان صارت لي هذه نقبلها ممكن تبسم ممكن نبرد ممكن يصراو لي حفايس مقبولي عيطوا لي بليزيغ فوا واحد الحصص باش نحضر لهم مي من باب اني نتفادى باش نطيح في كاميرا كاشي الوغ ما نجيش. فاطمه هي كاميرا كاشي مدروسه حسن كاميرا كاشي مدروسه مدروسه التلفزيون الجزائري ما يديرش نشوفوا في بعض الاحيان دي كاميرا كاشي الناس يمرضوا لكن السي اجدوب بازار هذه السنه وكما العام اللي فات هي كاميرا كاشي مدروسه بحكمه وكاع نشوفوا مقالب خفيفه وتكون ظريفه مع الفنانين فقط من اجل الابتسامه اكزاكتومون صح. بالحماسي طيحوك في كاميرا كاشي شفتك في هذه القنوات يعني انا بالنسبه لهذه كاميرا كاشي ولكن حاجه ظريفه كيما هاك مقبوله بصحني بالي يعطيها الصحه طيحتني في كاميرا كاشي مرضتني ركبتني الرعم شفتي امال باش نقولها انه في الكاميرا كاشي اللي طيحتك فيها كنت انا الفيكتيم الاولى انا اللي كنت الضحيه الاولى لو انه يعني ما فقتش كنت قادره نزيد نروح في واحده اخرى في ملتقى مراكش كانت عندنا محاضره وحوار حول هذا الشيء الفن والعنف سواء كان في الكاميرا الخفيه او في بعض الانتاجات التلفزيونيه والسينمائيه وحتى المسرحيه يعني تاثيرها على الجمهور او على المتلقي او حتى على الضحيه فكانت من ضمن الملتقى زهرو نقول لك يعطيك الصحة أنت اوكي عطونا تحية زهرو شوية شوية وارجع روح شوية شوية من بعد أيوا وليد حتى أنت عندك خرجة خاصة يلا تكلمنا عليها كنا في التحضير لبرنامج نجوم خالدة اللي تبث في رمضان والسي أجدوب عيط لنا قالنا باللي لازم السيد عبد القادر بن دحماش اللي كان معد البرنامج وكذلك كان مستشار ثقافي للبرنامج باه نديروا له مقلب في البرنامج اذا تفهمنا احنا ليكيب تكنيك مام ليزانفيتي كان البرنامج الاول او العدد الاول مخصص للعملاق الطرب الاندلسي سي احمد سري وكانوا حاضرين ليزانفيتي وما كذلك نحيي ريان اللي ما قدروش زميلنا ريان اللي ما قدروش يجوا معنا اليوم هو السي عبد القادر بن دحماش ودرنا له مقلب كان خفيف ظريف ولكن سي عبد القادر بن دحماش حافظ توجو على الرزانة تاعو حافظ على هذا ونحن نشاهدوا احسن نشوفوه يلا جيت روطارة ايه هيا طراش انا جيت روطارة صباحنا ندور هنا
ريان صحيح فستار ما تسمعش نقول لك معليش معليش انا جو دوفين مي معليش سمير يا ان بروبليم ولا ما فهمتش واش كان اليوم باسكو اون كومونس اليوم اون كومونس مشاهدينا الافاضل في كل مكان اهلا ومرحبا بكم الى موسم جديد من برنامج نجوم خالده. نجوم خالده لهذا الموسم سنختار سي بون ما عنديش الهضره. الي ريان سيل تبلي. فوالا il y a de la nervosité dans l'air. قلقوا الرياليزاتور بزاف. Oui, mais ça, on ne doit pas faire cas de ça. Continue, on travaille, c'est un travail. Non, oui, j'ai retard, je suis... Mais tu peux animer le premier numéro, M. Medanaj. Je ne connais pas, je ne suis pas animateur. Tu fais les adèdes, tu as tout. Bien sûr. Des choses qui se préparent. Tu as des chibres, tu fais l'idée, tu fais le modèle d'intérêt. Je suis à l'aise, tu vois comment je suis très très bien. Je suis très gentil, je souris, je suis bien. Ah, d'accord. On dirait un film de fiction. Des fois, tu seras calme. Je sais. Des fois, tu seras un connu. Hadarna, mais la galère. Je connais toujours des gens qui sont en train de faire un charf. Michel Drucker ou là. Maintenant, il y a un livre qui est pour le droit. Mais après, ça va être un chat. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je vais te نبداو ملك واش كاين والو واش هذا عطينا الطوب سي بون سافا رانا مليح سي بون سي بون مليح اني بيان نقدروا نبداو وي مشاهدينا مرحبا بكم صحة فطوركم كل عام وانتم بألف خير رانا معكم في برنامج الشبكة استاذ بن دعماش صحة رمضان كل عام وانتم بخير ان شاء الله كنت معنا في برنامج الشبكة حاولنا نصيدوك ونصطادو نو ما تقدرش تصيدني خاطر حسيتها باللي سي با لوجيك جو بونسي كنت نعيش في اون فيكسيون هكذاك وكنت نقول سي با فري سا دوات كيلك شوز كوم سا انا عمري ما صرات لي حياه كيما هادي اي بي خلعني وليد اوه كيفاش انت يا اخي موالف تنشط كنت نوت ميتي صح كنت نديرها بكري با ميتنون اي بي بارلي سيريوزمون تقول راني في تريبيونال ولا هكا سي با بوسيبل كيس كي سباس واش تقول للجمهور في رمضان هذا في برنامج الشبكه اللي راح يذاع على الشبكه البرامجيه في رمضان ان شاء الله وكاين كثير اللي كيما انت وبيجينا في البرامج التلفزيونيه نتاعنا واش تقول للجمهور؟ ما نعرفش انا ما نعرفش نقول صحه رمضانكم وهذا مكان Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. اللي جبال ديالي بويا واش كل اللي بلاه ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطه تغبيا جبال ديالي بويا واش كل اللي بلاه ويلي ويلي وعوجوك عليا وليد وي حسن عرفت اش قلت لك زربوط؟ عرفت الله يبارك وليد نشكرك كذلك ريان اللي تقمص الدور كذلك مليح ريان تقمص الدور وانا الحاجه برك شفت عند سي عبد القادر بن دعماش انه رزين بزاف وثقيل تقول مالغري سينا الاخر لكن رزين وثقيل لكن هو تقلق قال لك ما تقلقش وحست فيك سيون كان دي جاي زغط في يديه شتي سيد تدو باكم اسمع لي ما قبل فيا هذا زعما درت ليها كنقطعك تما سيريو سيريو كلش ما كان والو بين قوسين فقط تحيه كبيره جدا جدا لاستاذنا سي عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الوطني للفنون والاداب ابن واحده من اعرق واجمل المدائن المدن في العالم مش فقط في الجزائر هي مدينه مسك الغنائم تحيه ناس مستغانم اللي تابعوا وليد الله يبارك كان حلو نبال مقلب كيف هناك شوف سي عبد القادر بن دعماش قامه فنيه جزائريه كان شرف لقيت معاه وتعاملت معاه يعني هو انسان رائع جدا هادئ الطبع فرح شوف في النتيجه كيعرف بلي مقلب فرح ما تقلق ما ما يتقلقش لانه بروميامون نقولوا بلي هذا المقلب نيتي با اغريسيف ان دو دو نقولوا بلي شغل راح له بلات انت رحت له بلات هي احسن وريان شغل رايان ولا غير لي جونتي مي وين مش كاع يكون قبيح انسحب رايان صح انا اللي احنا نشوفوا انه التنت شخصيه تلعب دور كبير على بالك الانسان على بالك دي فوا بالمفاجاه تشوف الانسان اذا راهو صح رزين ولا ماشي رزين انا بو مو هكايا صح وليد عجبتك تقول له روح تنشط انت
لا هو كان ديجا من قبل مدير انتاج وعنده كان برامج في الاذاعه وكاع. قلنا له نشط فنان موسيقي فنان وديجا هو حضر معنا البرنامج وعنده درايه بالبرنامج. قلنا له تنشط الاول عدد واول الاخر وكان عنده درايه. ما قال لي انا مالغري سا ما نقدرش نشط. وليد راح تروح نسالك لكن واش تقول في الختام قبل ما تخرج؟ نشكرك بزاف حسن. شكرا لك حبيبي. ونقول انا رمضان مبارك للجاليه الجزائريه في الخارج اللي راه وصحة عيد كل الشعب الجزائري. الله يسلمك وليد. ألف 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 شكر عندك ليك. عندك الجرأة عندك الجرأة. أنا جاي لك سونيا. ألف شكر ليك لأنك أنت صحفي الله يبارك شاب وقدير وعندك عندك إن شاء الله يا ربي مستقبل واعد. إن شاء الله يا ربي تكون أكبر أكبر الصحفيين في العالم مش فقط في الجزائر. سونيا أنت راح تغادرنا لكن تكون خلي لك كلمة ختامية واش تقول لنا؟ نقول لك شكرا على حسن الضيافة ووجوهكم الجميلة كانت جلسة رائعة ونقول لكم إن شاء الله نشوفكم في أوقات أخرى وصحة عيدكم وصحة عيد جمهورنا الكريم اللي كان متابعنا وتابع جميع أعمالنا وتهلا في رواتبكم. الله يسلمك شكرا كثير يعطيكم الصحة وليد سونيا ديجي. طبعا نكملوا معكم سهرتنا الفنيه الجميله جدا لكل اصول الجزائر يتابعوا فينا سواء كنتم داخل الوطن ام خارج الوطن. طبعا يتابعوا فينا عن طريق الجزائريه الثالثه جليتنا المتواجده بالخارج. نقول لكم كل عام وانتم بخير. ما بقاش بزاف على العيد المبارك. برنامجنا 100 في الساعه ربما ديما نذكر ونقول 100 في الساعه وش معناتها هو في رمزيه. حبسونا شويه حاوله المرور روحوا غير 100 في الساعه برك. خلي كل واحد فينا خلينا نعيدوا بحب ونعيدوا بدون دموع بدون مآسي. راح يستقبلوا ضيوفنا الان او الفرقه الثانيه من ضيوفنا اللي راح حاضرين معنا. ضيف حلو حلو بزاف حلو بصوته بضحكته بسيارته وعنده واحد السياره زادت معه وكبرت معه وراي لحد الان. طبعا نعرفه انه حتى هو عنده حركيه كبيره وعنده طاقه الله يبارك اكبر من جسمه طاقته اكبر من جسمه. اعطونا تحيه المهدي. مهدي اللي شفناه وعرفناه وحبيناه من خلال كل برامج والعديد من البرامج اللي قدمها سواء في التلفزيون الجزائرية أو في الإذاعة الوطنية وغيرها ومؤخرا في شهر رمضان فاميلتنا أو في العدد قبل كان خلاص قبل رمضان فاميلتنا وغيرها حتى هو رانا موجودين واحد الحاجة حلوة سكر. نبقى مع فاميلتنا ومع الفاميليا الكبيرة العائلة الكبيرة. إخا شحال حبينا الكوزينة في رمضان يا شحال حبينا ريحة الكوزينة في رمضان وكي نشوف واحد السيدة قدام الشاشة تاع التلفزيون الجزائري والطيب. أنا شخصيا نموت بالسعادة. السيدة أبو حميد. سيدة أبو حمد الأنيقة الأنيقة الله يبارك بقدها وبحطتها والأنيقة بصوابعها الله يبارك. الله شحال كليت على يدك في صباحية أنايا ما شاء الله. ضيفتنا الأخرى اللي راح تحضر معنا بعد لحظات سيدة شفناها زمان عن طريق شاشة التلفزيون الجزائري الآن راهي في الإدارة وراهي في البرمجة حتى هي ساهمت بشكل كبير في واحدة من المقالب الجميلة اللي راح نقدمها لكم في برنامج 100 في الساعة. تعتبر قامة وتعتبر مدرسة في الإعلام الجزائري وفي التلفزيون الجزائري. السيدة سامية. ضيفتنا الأخرى دائما لأنه هو ترويج للبرامج التلفزيونية بصفة عامة مهدي وفطويشو خليوها برك من بعد نرجع له لأنه هو ترويج لبرامج التلفزيون الجزائري. صحفية عندها أكثر من 15 سنة 17 سنة بالتحديد في التلفزيون الجزائري. كانت في مديرية الإنتاج وتعرف مليح كواليس مديرية الإنتاج بعملها الميدانية. هي المحبوبة كنا نسموها مشاغبة شوية
ماشي بزاف، شويه بركة غير شويه، لكن تحب مهنتها والعمل الصحفي كما تحبوش عمره ما يحبك. نوال صويلاح. لا بوام سا فولي دي اون اتر مرحبا بكم. ها التحقتوا بالكيل جاتو قدامكم كاين يلا. بعدي مرحبا. بك وهلا. حكموك ولا حكمتهم؟ ما حكموني ما حكمتهم. جاوني هادي وهادو جابوا لي تشيتشوان وصدموا عليا. بون هذا ما كان ما حكمونيش. وانا بون زعفت شويه. سيتو. زعفناك. ماشي زعفتوني قلقتوني ديجا هذاك النهار ما كانش نهاري. كنت بجنوني. بجنوني بسيادي ولا. وانتو ما بيش دانيغ فامي قالوا لي هم مازال جايين وجاتني هادي مع مع وليداتي مع وليداتي بون فوالا بون انا يا بون واش ندير الوتش جاوني الناس اون بليس زميلة سي اون كوليغ انت كي انت كي هي دونك جو كومبروني با هي نورمالمون ليميسيون ما فيهاش لي كوليغ سوف الى حصه خاصه كوم حنا درنا مع لي كوليغ تما جات جاو هما مور لي كوليغ دوك كي زدمو عليا انا قلت لك زدمو جابوا لي واحد المسكوتشو على كل حال ماشي حنا جبنا مسكوتشو ايه الاخرين المسكوتشو وجابوا لي دي في دي تاع التلفزيون يعطيك الصحه والله غير جاني ميرسي بوكو بور لو كادو زدمو عليا و اون فان كونت كان عندهم لو بوتي غارسون وليدها الله يبارك بلوز انتيليجون كو والله واجب خير من يعني خير من الكبار كانت عنده والله اكزاكتومون بون ما على باليش الا كنتي تغمزي له انا ما كنتش يبان لي مي الله يبارك في وليدك هذا ما كان فوالا راح نحكوا عليها راح نحكوا على بعض اللحظات مدام محمد نرحب بك مره اخرى الله يبارك متعتينا لسنوات يقول سنوات مانيش نكبر فيك ولكن لا معليش ولكن لي غوسات تاعك الصغر والكبر وهنا لا لي غوسات تاعك كبرنا بهم بكل صراحه قلت لك الصغر والكبر وهنا تاع الصح في العقل وعقلك كبير الله يبارك ومازالك تمدي شهر رمضان شفنا متعه المائده نعم وين شفنا واش جديد هذا العام اللي فات في شهر رمضان ما بيان سور انا نحاول ماشي نحاول باش كل عام يكونوا كيفيات جدد خاصة هاد العوامل الاخرين نحاول نخمم بزاف في السيدات العاملات تكون كيفيات خفيفة سهلة وخاصة ملي راهو رمضان يجي في الصيف تكون كيفيات اللي توالم الموسم بيان سور بون نحاول باش جامي نعاود لي ميم غوسيت فوالا بين زمان ودرك في الكيفيات في الحلويات في الاطباق تبدلت شويه الدعوه لا راني خايفه عليها على والله قدري الميكروفون فقط باش نسمع والله غير راني خايفه على بعباك كيفياتنا التقليديه بداو يروحوا بزاف بصح الحمد لله كاين بزاف ما كانش شوف ما كانش لا غوليف ولا غوليف مالوغوزمون ما راهيش كيما لازم والله ما راهي كيما لازم صح دورك انت ودور اللي كيفك يعني غيرك دورك انت باش هذه الرساله تبقى في مدرسه تبقى سي دوماج على بالك والله راني شايفه باللي كم كيفياتنا التقليديه كم راهم يروحوا بصح الحمد لله مازالنا دخل معليش سيد ابو حامد بزاف حاجات جديده حاجات جديده مواد جديده رجعنا مثلا كي نقولوا حلوه مثلا نعطيك مثال حلوتنا باللوز رجعنا كي نقولوا حلوه باللوز نوليو نو كيفاش واللوز وغالي مي هذه هي هذه هي حلوتنا التقليديه ما نقدرش نقول انايا ندير تشالاك بالكاوكاو ولا ندير حاجه واحده اخرى بالكاوكاو سي با بوسيبل ولا ندير بقلاوه بالكاوكاو سي با فري ما كاش منها هالكاوكاو ندوزوه مع لاتاي سيتو هذا ما كان وماشي حنايا سي با بوسيبل ولكن تبقى السيده ابو حامد حلوتنا باللوز والجوز حبينا ولا كرهنا وتبقى بصمتك خاصه تحيه السيده ابو حامد الله يسلمك سميه شنو يقول لك مهدي الساعه مهدي شنو يقول لك
باك اشدوبه يقول يقول يسكت ما ديما يقول لك لا قولي كنا نهضروا على قرن الغزال وشفناك بلي سمنت هذا ما كنا نهضروا عليه كيفاش بو حامد معاك احنا كنا السيده بو حامد كنا نصنتوا ليها وكنا نحكيوا على اختلاف التسميات احنا باغ اكزومبل الشرق نقولوا له هلال اللوز ولا كعب كل واحد واش يقول فوالا سي سا وهم يقولوا التراك العيري طبعا يختلف ساميه نعم ساميه نعم التلفزيون الجزائري هذه المره تقريبا لاول مره 100% كل برامج نعم. التلفزيون الجزائري نعم. تاعنا اختي 100% تاع التلفزيون أكيد. الجزائري أكيد. وانت ربما الان على البروغراماسيون على البرنامج تكلمينا في البدايه نوجه تحيه كبيره للجمهور اللي تابع برامجنا طيله هذه الايام من رمضان ونتمنى اننا وفقنا الى حد ما في تلبيه اذواق المشاهد الكريم والتلفزيون الجزائري تعكف كل سنه على تقديم الافضل والاجمل من برامج وهذه المره اعتمدت سياسه انه 100% جزائري فقط مشاهدي الاعزاء ساميه راهي تتكلم الان انتم تقولوا يا هذا الصوت نعرفه غمضوا شو عينكم مشاهدي الاعزاء قدمي لهم لونسمون تاكش برنامج غمضوا عينكم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في برنامج 100 في الساعه من تقديم حسن كونوا معنا برافو ساميه هيا راهي دارت التقديم حسن باش نضيف لك انه ساميه هي اللي كانت انكادراتني في التلفزيون الجزائري في واحد 2004 هكذاك كنت معاها نتعلم تقنيه يعني هاد لي لونسمون تاع لي بروغرام ايتو وهي اللي كانت معايا المونكادري يعني ميرسي بوكو ساميه شكرا حبيبتي نبال وفقط انا اقول انا ايضا نتعلم الانسان مهما في هذه الدنيا لكن يتعلم احنا تلاميذ يا اخي مهدي انتقامه من قامات التلفزيون عفوا اخي روح الجيل الحالي برافو 17 سنه لك مازال لك من الجيل الحالي نقدر نقول نوال زميلنا نوال صويلح من مديريه الانتاج الى الاخبار الى برامج التلفزيون الجزائري الى فاميلتنا واش درت فيه درتي فيه ما درت فيه والو ما قدرتش انا حبيت يعني نرفيه اكثر على اللازم مي ما حبش يتنرفى الله غالب حبيتي ترونيني حبيت نرونك بصح ما ترونيش الله غالب بصح حبست الحصه حبستها خليتك تحبسها حبستها ايه راح نحكوا عليها بعض لحظات خلينا قبل ما نحكوا فاطمه بالحميسي تشوفي هذه الوجوه التلفزيونيه الان راهم يديروا في المقالب لبعضهم ولا ما تزعفيش على زملائك اذا كان واحد منهم دار لك مقلب إذا كان مقلب ظريف كما اللي داره زهرو ولا معليش بصح حاجة تخوف نعودها نيبال دايما لا المقالب نتاعنا ظريفة مقبولة على الزملاء يعني عبالك أصلي ترى قدمت سلسلة وشفناها تأكد بأنه باش العمل هذا الآن يبت وبو كما بث في التلفزيون الجزائري في عمل كبير لجنة مراقبة في لجنة مراقبة في تلفزيوني في كثير من الأعمال باش كاين المونتاج خاص باللونسمون تاعو في عمل كبير جدا صح. يعني حتى زملائنا يتعبوا مش ساهل صح راهم يتعبوا وحنا نشكرهم على هذا التعب هذا والمجهود اللي راهم يعني نشكرهم على راك حاب تشارك العريان اللي راهم لا 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 الشكر يطلع لي حسن هذا من واجبنا هو فقط لارضاء المشاهد الكريم وان شاء الله احنا كمؤسسه عموميه نقدم الخدمه العموميه في على اصولها يعني وان شاء الله فقط رضا الجمهور برك يكون راضي علينا ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله يبارك فيك سالي زيدي علقي انت حتى نكمل حبه على الكاطو تفضلي يا سالي تفضلي تفضلي سالي وقلنا كلمه الاخيره لا مازال كلمه الاخيره هي حفظك ماذا بيه لو كان ندير اون كاميرا كاشي العسري ماذا فيا لو كان نشوفوا كيما شفتوا في ليماج تاع اليوم ما نامنش باللي هذا باسكو نعرفوا تري بيان خدمنا مع بعضنا ديجا من قبل وسي كلكل اللي ما يتنرفاش كاع صح ماذا بيا نتلاقى مع في كاشين كاميرا كاشين ونشوفوا كيفاش سيد ابو حامد نرجع للتخصص تاعك ونشوفك شويه تعبانه تعبك شويه رمضان معليش زيد لكن اذا قلت لك في مثل يقول بلي امهر الطباخين في العالم رجال مش نساء صح؟ ايه هي صح يعني صراحه صح؟ صح ما شكيتش كاين واحد يعرف خير منك او جامي انا نعرف ما كنتك مليح لا لا كاينش واحد ما يعرف خير مني صوابا انا مازلت متعلمه انت حبيت تبدا ديما تقدمي كيما شفناك ديما تجيبي جديد اي ومن بعد سافي با دير كو ما كاينش واحد خير مني جامي ديجا كل وحده كل سيده في دارها مع ولادها مع راجلها هي احسن طباخه واحسن طباخه نسبه
حسن قلت باللي ان امهر الطباخين هم الرجال. انا في رايي علاه المراه علاه تدخل للمطبخ، لازمها تدخل، هذا واجبها. بصح الراجل مش واجب عليه يدخل المطبخ حب في هذيك الحاجه. هلا نروحوا نحكوا شويه على بالضحك وشويه بالفكاهه مع موح بلاك. حلاتنا دي جي يا السلام عليكم. على بالكم بالاج دو 32 زون يما عييت مني يا وليدي، يا راك كبير هيا بزاف عليك، 32 سنه مازالك تشطح. هيا فهمني، واش حبيتك دير في حياتك انت؟ ما حبيت تتزوج، ما حبيت تدير الدار؟ يما شنو دير الدار يا وليدي؟ انا طونت ما درتهاش ندير دار يما، خا كيفاه ندير دار؟ شوف يا ولدي ما تقلقنيش، راهو يطلع لي السكر للراس. خلاص يما، خلاص يما، درت لي هضره في راسي قعدت لي في مخي، نهار جيت راح نرقد في الليل انا غلقت عيني شفت واحد المنام ماشي كاع كيما المنامات، نمت روحي تزوجت. بصح في العرس ديالي جا واحد لي زانفيتي ان كروال ميفري، بصح فرحت انا غير دخلت لقيت رابح سعدان قاعد منا والانسبكتور طاهر منا ربي يرحمه. ولكن نظن ان عرس موح بلاك كان في المستوى، ولكن الشريبه كانت شويه مسوسه، لكن فيها خير. او سكت نير حملتيك او زان الانسبكتور صار مسكل بلي زافيرات نتاع الكتيلات ولي زافيرات نتاع الاختفات ولي زافيرات نتاع البور ونتاع اليمينو. راه موح بلاك مان جبنا على التيراميسو حملتيك يا الانسبكتور، مش متيراميسو انا العرس اللي ديرو ابي بري في منام، زيد نجيبك تيراميسو. الحمد لله اللي جا البرانتي. يا الاسبكتور الناس راهي تشطح راهي تزعق راهي تغني يا الاسبكتور وتراك تحوس على التيراميسو. جات العروسه جايه من البعيد والعروسه قوريه واسمها جوزيفين. اتسموح بلاك منات هذه هي العروسه نتاعك؟ هذه هي، الله يبارك ربي يبارك. خرجت لي الممثله القديره فريده صابونجي، صفيقه حاره من الكفاره وصيام العام، غير ما نزوج وليدي بهذه القوريه. علاه جا صالح اقروت من هيك محب لك من إلا راك حاب تتزوج بهذه القورية لازم تخمم مليح، فهمتني ولا لا؟ يا صالح أنا يماه بنتي قاتلي لازم تتزوج، قورية ماشي قورية المهم نتزوج. حتى وين خرج لي واحد لاكتور معروف وغني على التعريف، خبيث. أنا خبيث أناني. سي بون البدرة. فهمت، خلاص ما كان حتى مشكل، راني نستنى نشوف واش حطوا لهم لي زافيتي تاوعنا. صدم باراك اوباما من بعيد. Ladies and gentlemen, I think this wedding of Moh Bakma is the best wedding of the world. عاود سير حماستك واش قاعد تقول هذا؟ الاسبكتور ما تقلقش، دوك نجيبوا المترجم. أظن أن عرس موح بلاك سوف يكون أحسن عرس في العالم، وأظن أن
راه كبير. دوخني الانسان هذا. شوف نزيد نسمع هضره كلمه هذه راني نرفع الجزعه. ما تتقلقش يا عثمان، ما تتقلقش، راني حاب نتزوج برك، سلكوني هذا مكان نتزوج ومن بعدك خلاص. شوف يا وليدي، لازم تديها بنت بلادك ولا ما كاش. خلاص نديها بنت بلادي، ما كاش كيما بنت بلادي. يعطيك الصحة أبا، يعطيكم الصحة أنتوما. وتعرضنا ولا ما تعرضناش للعرس؟ بيان سور معروض. في المنام ولا في الصح؟ لا لا في الصح. يلا شنو الكازوز من عندك؟ من عندي الكازو، القاطو من عندي تاع سيدي. يا خلاص يعطيكم الصحة. بوح خلا باش نعرفوك المشاهدين اللي ما يعرفوش. نعم موح بلاك. موح بلاك. نعم المشاهدين. محمد حمزة. باش تنساني أنا راني هنا. والاسم الشهرة موح بلاك، هذا اسم موح بلاك. خرج عنده عنده الاسميع في عمره 10 سنين. على كل حال عندك عيال؟ قول لي عندي. ايوه عندي عيال. خذ بالك منهم. دي مش كويس. ايوه واش كذا بيدوي شي مزيان. بارك الله عليك. عرفوا اكثر الجمهور. محمد حمزه من مواليد 1984، عايش في العاصمه. رفدت هذه المهنه تاع التقليد من عند خويا الكبير. انت تقدم الان التقليد والوامن شو ومن شو التقليد يعني. في نفس الوقت عملت في افلام، علمت في سينما. شكون تقلده 100%؟ 100% تحس بلي تقلده 100%؟ لابرنتي. الله يرحمه. الله يرحمه. و محمد عجيمي. استاذنا تحيه لمحمد عجيمي. تحيه محمد عجيمي. سان غرون بليزير. راح تكمل في التقليد ولا ممكن يكون عندك سيناريوهات اخرى خاصه بك في التمثيل والتقديم في المسرح في السينما؟ عملت في افلام سينما، عملت مع جمال عزيزي. جمال عزيزي نعم. عملت مع ياسين قوسم فيلم سينما. وشنو البروبليم في فيلم سينما؟ يمدوا لي غير رول تاع مافيا. هكا تقدر تشوف ما هنا؟ مشب لي ربي. يا 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 يعطيكم الصحه. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. بارك الله فيك. شكرا. راح ترجع لنا في الختام. أيوة مع ودخل مع وليد. مهدي واش راك؟ لاباس. ما بقاش بزاف العيد يا مهدي. قريب. ودرت حاله في لاشان 3 هذا رمضان. لاشان 3 كل عشيه راني. لا خاصة في رمضان. رمضان في رمضان دوبلي. حميد عاشوري، نبال، جدو حسن، حيوم، كل هاد الاسماء. احنا نخدموا. الناس سبيسيالمون يسمعوكم. نخدموا كل عام، على كل حال احنا نخدموا عام كامل. نبال معروفه في السحور انت ولا في الفطور كنت؟ لا انا كنت، انا مور الفطور. انت مور الفطور. انا مور الفطور. مباشره. انا السهره. هكا مهدي. انت داروا لك في السهره واحد. تكرمزوا في الدروج. انا كي نجي خارج هي داخله بالبوراك وبالبلاطو تاع لا كونتي. مهدي فاميلتنا حق الله يبارك. الان الشيء المليح فيك مهدي بصراحة أنت أصيل، مانيش نرمي لك في الوردة، أنت أصيل لأنك أنت ولد القاع والباع والخلخال مربع والخاتم في الصباح. هذه أنت معروف بها. الخاتم باين على معروفة لأنك أنت أصيل وتحب أصالتك وما تنازلش عليها. الله يسلمك. يسلمك. ومحبوب هذا بلما ما فيها الشك، والحاجة اللي تقدمها تنجح فيها. واش سر نجاحك مهدي؟ ما على باليش. كاش ماني رافد حاجة. عندي واحد الطالب. خاتم الخاتم. جو بليزونت والله. لا قلبه ابيض مهدي يا حصراه. مهدي دون ان اجامل، مهدي 10 سنوات وحنا نخدموا كيف كيف. بسيط، المعلومة يقدمها ببساطة، عفويته وحضوره أيضا. ودائما نتمنى له ان شاء الله التالق والنجاح. ديجا هو نجم من نجوم التلفزيون. ولا وجلع. جو لا برون كوم افوكات ال بارل اكس امبريزاريو الي اكسيلونت. يعطيك الصحه. ميرسي. سي عشري في راك غير انت حكمناك. ما شكيتش.
واش رايك في مهدي كنا حكمه؟ مهدي ما ينحكمش، تبانليش ما يكونش هو ضحيه تاني. نشوفوا الشبكه تاع مهدي ونرجعوا يلا. هاي صافي بليزي كوليك معايا. عشيتكم مبروكه، مرحبا بعائله رمضاني وعائله جواد والقفه اللي فيها 100 مليون. عائله رمضاني انتما نعرفك ساميه، انت زميله زميلي العزيز مش راكي، مرحبا بك. انا حبيت نقول للمشاهدين باللي نورمالمون مرحبا بكم انتما على الراس والعين. بون انت جبتي لنا طفيل هي وليدي. الله يبارك ربي يشدو لك. والبنيته نورمالمون في القانون اللعبه ما لازم يكون واحد عنده 18 سنه ولا اكثر. حنا راح نديرو كما قال لك نديرو لك اون فلور. الله يرضى عليك. ونشوفوا هاد لا بروميير مونش. الو قدمي لنا شكون نوال. نوال زميله وسي صحفيه معنا. الله يبارك. واش راكي نوال مرحبا بك. شكون زين الدين؟ وليدي. الله يبارك. منار. منار بنتي. اوه رشاد المعزوزي ديالي. الله يبارك الله يبارك يا ضامي خرجتينا انت. راح يلعبوا معاكم عائله جواد. مرحبا بك زهر الدين. الله يسلمك. واش راكم؟ لاباس بخير. ديك الريحه طري طري مهدي طري. والله غير موسكوتشو. صحتك. الله يبارك. دوك نشوفوا هذه المرحله الاولى، هذه المره الاولى في حياتي راح نديرها هكذايا. راح نديروا التيست هكذا. احنا ما نحقروهمش بالعين. لا لا ما حقروهمش ودوك يبان هكذا. سامية زهر الدين المرحلة الأولى. السؤال الأولاني واش دور روحكم؟ اوكي. اها بسم الله. بسم الله. وين يقدر يصيبنا التهاب؟ وين قد يصيبنا التهاب؟ يلا يلا يلا. ما نجاوب؟ صبري تفضلي. صبر. بالعقل. أذن. أذن. حايبة معاولة على أذن. أذن. الودن الاذن. تفضلي تفضلي تفضلي. نوال اللوزتين. اللوزتين الكراجم. الكراجم اللوزتين الكراجم. ميان من الناس واش قالوا في العاصمه في بسكرا في وهران؟ لا عندك الحق بصح ما ذكروهاش. زين الدين في الكرش. في الكرش. ابدا احبط النيفو في الكرش. يا ذاك اللي لحقوا على راسك في الكرش. الامعاء احسن اجابه. مانا فلابو. فلابو فلابو. ميام الناس ميام الناس. رشاد وين يقدر تحكمك؟ واش راح نقولها له؟ اسم انفيكسيون. وين تحكمك انفيكسيون؟ في العين. شتي في العين. في العين. في العين. صباح صباح. 25 لعائلة رمضاني. بون المرحلة الثانية. المرحلة الثانية مع نوال و لاميا. يلا واش اللي يتباع على شط البحر؟ في الشط تاع البحر واش يبيع؟ يا سباب نو سباب استنى سكتي. لا سباب نوال اجري جلسي. لي غلاس. لا غلاس لا غلاس. بعد سباب سباب لي غلاس. المثلثة تفضلي. زين الدين زين الدين واش اللي يتباع على شط البحر؟ الحوت. الحوت يتباع على شط البحر. على شط البحر يتباع الحوت. لا منار. لي مايو. لي مايو. لي مايو تسمى كي الحق البحر المايو لازم شريتو. تشاوروا عائلة جواد. رشاد واش يتباع في شط البحر؟ لي بيني.
لي بيني هدايا هذا منين خرج هذا لي بيني لي بيني اها ما قالوهاش 100 من الناس جو جو عادل تفاح تفاح الحوت الحوت قالوا الحوت أمينة فروي بانان عفسة بانان فاكية فاكية الفاكية واش قالوا 100 من الناس لا 10 نقاط لعائلة رمضاني انعم زهر الدين معليش حنا كاين صراحه في ليميسيون تاعك تفضل انا شغل لا فامي مخلعيني لي كونكورون تاعنا كوم سي على بالهم لي ريبونس سورتو لو بوتي وشفنا لو بوتي تيليفزيون اي تو دونك ما دبيش نقول صراحه سينيس نو سي با ايكيتابل سي با ايكيتابل الوغ سي سي كولور سامع على بروموسيون تاعك سمحي لي باينه بلي على بالك بلي ريبونس باينه بلي على بالك بلي ريبونس باينه بلي على بالك بلي ريبونس كيفاش جبتي صغير يعرف لا ريبونس انا شوفوا شوفوا انا نروحوا شوفوا شوفوا ما كاينش ريسبي سي فري معلمه استاذه تقول لك بلي بيعوا الصنادل شوفوا ساميه نوال صبر بون ساميه نوال زين الدين منار و لو بوتي رشاد شوفوا هادو سي دي كولاك اي فوز افي توت افي ريزون نو مي سي سي بور دونك هكذا واش راح نقول لكم لا برودكسيون نغيت لو تورناج انا راح نقول لكم انا راح نقول لكم سي غراف لا لا ماشي راح نقول لكم لا 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 سمحي لي مدام لا لا سي كيسيون دو ريسبي فو نافي با ندير سا سمحي لي هضرك علي بون ساميه سي بون سمحي لي بزاف انا سي بون جينا نلعبو جينا نلعبو جينا نلعبو اتوندي بيتو On arrête, mouche, on arrête, on arrête. On arrête. Ils ont raison. C'est pour ça que je vous avais dit. Et c'est normal, c'est normal. Déjà, un petit garçon, il est très intelligent. Allah ybarak. Apparemment, il y a beaucoup de choses. Oui, oui. Chauffons. Maalich, vous reviendrez dans une autre émission, maalich, collègue. Il n'y a aucun problème. Nous sommes candidats. Merci beaucoup. Péton, arrête le tournage, s'il vous plaît. Non, merci. Merci, merci. Samhouli, je vous comprends. Samhouli. S'il vous plaît, venez. Asana, Asana. Nawal, Nawal. S'il vous plaît. Alors, je vais vous dire que c'était la dernière émission pour les tournages. S'il vous plaît, Ramadan, ce sont des collègues. وانتوما سيت اون فامي عاودوا لنا مع سبتمبر مرحبا بكم سبتمبر سيل فو بلي بيتو موش ليكيب جو فوز امبراس اون تيرمين ليميسيون ميرسي بوكو نو ميرسي هذه كلمه ولا على كلمه ميرسي ميرسي كلمه كلمه مهدي دقيقه صافي رين دقيقه مهدي كلمه كلمه والله نقولها مدام مدام حبيت باين نقول لك كلمه بك مهدي مهدي معليش مهدي تبعني شوف مليح راك شاركت في مقلب خفيف الظريف تلفزيون الجزائري ميرسي سامية والله يشوف وليدك هذا الله يبارك ولي ريبونس ما عطاهملوش والله ما عطاهملوش ميرسي بوكو خير وتعطوا لكم ميرسي بوكو ميرسي ميرسي بوكو ميرسي ميرسي بور لي كاب ميرسي بور الله يبارك مية مية مهدي حكموك مهدي نو ما حكمونيش برك زعفت يا اون بان في الفلوغيات دوك ما كنتش نهضر مع الكار ما على باليش الا بلعاني صا اون بان تما ما كنت تما ما كنتش نهضر مع الكار دوك قالوا لي مازال قلت لهم شكون هادوما قالوا لي لا لا كانوا في لا ليست ولازم يجوا اه دخلوا لك شعبان في فوالا خلطوها لي ما برافو مهدي برافو ميرسي حسن نقول باللي في هذا المقلب هذا الخفيف الظريف انه كاع الستاف تماك ما كان واحد ما على باله ما حنا جينا بارتيسيبون جو دير مشاركين صار مبنيه وما والله مبنيه من عن طرف مبنية. افكار أجدوب. المخرج ولا محمد اجدوب لكن صدقني كامل الستاف كامل ما كانش عن باله حتى التقنيين الا المنتجه اللي كانت عن بالها وحنا كنا ما حتى الاسئله ما كناش عن بالنا فيهم نروحوا للكويز الان الكويز اليوم للفقره الاخيره نختموا بها راح نقدموا لكم ما درناش بزاف درنا ثلاث اغاني فقط الاغنيه الاولى والثانيه تقدموا لنا شكو اسم المغني والاغنيه الثالثه راح نحيو مقطع هذاك المقطع تجيبوه لنا والجوائز مهدات من طرف ممول الحصه
هيا الكاميرا، جوائز مهدات من طرف مول الحصة سي محمد أجدوب وناسي مجاوش حصريا. يلا نبدو بالمقطع الأول، يلا دي جي رافير. سالي هيت من قلات تحية كبيرة لفنان أيت من قلات. اسمي جيبون فيت. مهدي أيت من قلات الذي ولد في سنة 1950 بقرية إغيل بعالي مدينة جوجرة بولاية تيزي وزو. تحية الناس القبائل الأحرار طبعا، ومن أشهر مغني الأغنية القبائلية الأمازيغية المعاصرة. لديه العديد من الإبداعات والعديد من الأصوات. وأيت من قلات يعتبر فنان رهيب، أنا نسميه رهيب لأنه مستحيل تسمعه وتزبيه. تحية مرة أخرى لفنان أيت من قلات. دونك فرقة بو حامد، شاف ديكيب بو حامد، معليش. وانا شكون شاف ديكيب تاعكم؟ مادي انت شاف ديكيب؟ شاف ديكيب بو حامد ما لاباليش ما شاف ديكيب شوف ديكيب شاف ديكيب بو حامد. عندكم 1-0 انتم وعدوا ما زيرو. شوفوا الثانية، يلا روح دي جي رفيق. بالي بالي سي عاد الراحل عثمان بالي الذي ولد في 1953 بجانات. تحية ناس جانات الجنوب الجزائري، ومغني جزائري من توارق من قبيلة الأجر الترقية، وتوفي سنة 2005. له العديد من المحطات رغم الفترة القصيرة، لكن مازال أغانيه في قلوبنا قبل عقولنا. ألف رحمة ونور على فنان الكبير عثمان بالي. الآن راح نحينا مقطع من هذه الأغنية رقم 1-1. شوفوا شكون يدي 2. يلا دي جي رفيق. ما بعضكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم وربحتوا انتم مبروك عيدكم صح عيدكم صح عيدكم مزين ونهار اليوم صح عيدكم وربحتوا انتم الاثنين جاي كابتن ديكيب عطونا يا نوض باش تسلم وصول يا اخا هم اللي هكا زعبا قطعك قطعك سيد أبو حمد سيد أبو حمد زابر الميتين يلا والله هذه الطرطه وهذه الكعكه اللي تاع خاصه بالعيد السعيد. نقول ان شاء الله يا ربي عيد سعيد مبارك. معليش نسبقوا الاحداث. شكرا كثير اللي حضروا معنا. كل عام وبلادنا حبيبتنا الجزائر منوره وبخير وعلى الف خير ان شاء الله يا ربي. 1 2 3 فيفا فيفا الجيري صح عيدكم. العيد علينا مبروك هذا العيد علينا وعلى ناس
شنطينا ولا لا شطر شنطينا يا اصحاب بجاي الزينة وصحة عيد طول زهيت وليوم وزهينا بالحباب كلهم